يقول هل يجوز للمرأة أن تخرج مع السائق بغير محرم؟ هذه المسألة يعني الأصل عدم خروجها مع أجنبي بدون محرم، هذا الأصل. هو المنع بالسفر، المنع بالسفر لا يحل لامرأة لا تسافر إلا مع ذي محرم. ولكن الحديث الثاني هو لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. فمن هذا الباب منع أهل العلم أن يخلو الرجل بالمرأة، فاختلفوا هل كونها معه بالسيارة هل هذه تعتبر خلوة أو لا، هل كونها معه بالسيارة تعتبر خلوة أم لا. طبعا واحد يقول لا هي بالسيارة مكشوفة السيارة والكل يرى كذا، وما في أي باب من أبواب الخلوة يعني في السيارة. ويقول إذا مضللة السيارة مثلا ما ترى الذي بداخلها، إذا كان مثلا قد يدور حديث بينهما، ليس بالضرورة أن يكون لمس أو شيء، يكون حديث بينهما، وهذا وارد حقيقة. لذلك الأصل أن لا تخرج المرأة مع السائق إلا عند الحاجة، خاصة إذا كانت كبيرة في السن وكان السائق مؤتمنا، لكن مع هذا تحرص أن لا تخرج مع السائق. نعم تفضل.